اسحب يا شفيق، اسحب يا شفيق، اسحب. ايوه هذا تصير مصلى، مصلى واحده ياخذها المصلي، يقطعها بس، ينقطع من هني، يقطعها الجسم، يقطعها الجسم، يقطعها ويصلي عليها مره واحده وتنفرش بالطريقه هذه. طيب ويصلي عليها المصلي، وبعد ما يخلص منها راح يكون فيه حاويات مثل هذه موجوده عند المخرج، يروح ويقطعها هني. ويشلونها الشباب الملاحظين اللي في المسجد، وكل يوم هالطريقة، كل صلاة كل مصلي ياخذ له واحدة من هذا الرول. راح يكون في رول هني ورول هني، والعلامات احنا قاعد نجهزها، سوينا ستيكر بس احنا قاعد نجهزها مبدئيا الان. صف وترك بهالطريقة طبعا راح تكون جسمه، هذه العلامات مبدئية طبعا. راح يكون في ستيكر راح يلصق هني المكان هذا هني، وهذه الطريقة كل بين كل مسافة ومسافة 10 متر مربع تقريبا 2 متر وشوية، يعني هذه الأولى وهناك الثانية وأهل مجرة الطريقة هذه. قاعد نجهز إن شاء الله المسجد، وبننتظر تعليمات طبعا الوزارة، إن شاء الله يكون خير بإذن الله تعالى.